هاي المفتوحات هذه. اي اسرع زيد اخر يا محمد فكر كويس يا بلاد نحن قاعدين اليوم في تدريب دورة مظلات رقم 74. طبعا دورة مظلات 74 مدتها 45 يوم. طبعا كل مرحلة أسبوعين. أول مرحلة قمنا بتدريب ساحة هي مرحلة التطبيق. الأسبوع الأول قمنا بتدريب على المظلة الرئيسية، الأسبوع الثاني قمنا بتدريب على المظلة الاحتياط، بعدها بدينا في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التدريب الأرضي، حتى هي طبعا المدة بتاعتها أسبوعين. وقمنا بتدريب الطلبة كيفية الوقوف على باب الطيارة وكيفية التحرك داخل الطيارة، وقمنا بتدريبهم على القفز على البرج اعتبار ثقة وعلى المروحة. بعدها تو قاعدين آخر أسبوعين نهلنا أسبوعين القفز الفعلي. طبعا قمنا بالطلبة قفزنا قفزتين، وتو باقي الطلبة يكملوا القفزة الثانية آخر طيارة. لكن الحمد لله رب العالمين الطلبة معنويتهم عالية. اليوم عندنا إن شاء الله بإذن الله القفزة الثانية للمجموعة الثانية لجناح المظلات، بعد ما قمنا من طريق المعلمين بفضل ونعم من الله عز وجل خذينا أسبوعين تدريب عن طريق كيف تطبق المظلة وكيف تفتح وكيف تنهي موضوع المظلة، وبعدين خذينا أسبوعين تدريب أرضي عن طريق استقبال الأرض والهبوط والوصول، واليوم فضل ونعمة من الله بدين في ثاني قفزة إن شاء الله لنا في قفز من المطائر. بفضل الله تعالى اليوم كانت القفزة الثانية للدورة رقم 74، والحمد لله تكللت كلها بالنجاح وما عندناش فيها أي إصابات. الناس كلها كانوا ممتازين في أثناء خروجهم وأثناء وصولهم وما فيش بدون أي إصابات الحمد لله. نشكر المعلمين كلهم اللي قاموا بالواجب، ونشكر الطاقم الإعلامي لحضوره اليوم لتوثيق بالعدسة على الدورة رقم 74. إن شاء الله عندنا غدا إن شاء الله الدورة رقم 75 التابعة للواء 106، حيتم قفزهم غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نحن الآن متواجدين في منطقة الكتوي، منطقة الإنزال، وكانت القفزة اليوم موفقة جدا وعليها ارتفاع كان 800 متر. مجبري